عرف نفسك. انا محاسب محمد يوسف الشافعي. تفضل. طبعا انا سمعت الاخ بيقول احنا بيستخدم لفظ احنا، ما حددش نفسه هو بيمثل فصيلة قد ايه، يعني هو انا واحد من مصر زيه. يعتبر وجهة النظر. ايوه ماشي، ما هو المفروض يوصف ماشي. يقول لك احنا مثلا تنظيم كذا او فصيل كذا او انا واحد من الناس، بس لقيته بيستعمل كلمة الانا على طول كأنه اختزل الثمانين مليون. يا سيدي احنا بنرد على رأي تاني. نيجي نتكلم كله دلوقتي بيقول لك المجلس العسكري يمشي. طيب البديل ايه؟ تمام. بيقول لك احنا قدمنا له 11، حتى قدمنا له، انت مين قدمت له؟ طب ما في ناس تانية قصادك. طيب لعبة الديمقراطية تموجات معينة، آراء متعددة بتوصل تنصهر في رأي بيوافق عليه الأكثرية أيا كان، خدت بالك؟ ليبرالي، ديني، كذا، أو شمال يمين، ما فيش مشكلة. احنا النهاردة مفروض عندنا توصيف إن أنا فصيل. على فكرة استخدمت نفس اللفظ اللي أنت اعترضت عليه، إحنا. أنا عشان كده لا كويس إنك أنت رديت. أي فصيل من حقه يعبر عن رأيه بمطلق الحرية، سواء يبقى في أقصى الشمال أو أقصى اليمين أو في منطقة الوسط، والتاني بيعبر معاه وبيبدأ عملية مناخ ديمقراطي وآراء متعددة. طيب الناس اللي هم على أقصى الليبراليين أو أو الحكومة المدنية قصاد الإيه؟ الفكر اللي هو الإيه؟ المحافظ أو الفكر اللي هو ديني مثلا. كل واحد بنحترمه، كل واحد ليه دلالته، بنتكلم على المنطق. طيب الأستاذ مثلا يعني لفت انتباهي بيقول ان احنا قدمنا 11 مطلب او للمجلس العسكري. المجلس العسكري ده لو افترضنا ان هو ماسك البلد فتره انتقاليه لازم يستمع لل 11 مطلب ولازم يستمع للاراء الثانيه، واحنا كمان بنفهم من الاستاذ وبنفهم من الاقصاد وبنيجي نحكم. احنا عايزين، احنا عملنا انجاز ما حصلش، كسرنا التابو اللي بقاله 30 سنه. انا واحد من الناس حاسس ان احنا لسه في حلم، يعني لسه مثلا بدق الارض عشان اشوف ان انا مثلا عايش بدون رئيس حسني مبارك. معظم الشباب اتولدوا وهو موجود، بس احنا النهارده بنفتقد للحكمه. الحكمه تقول ايه؟ النهارده احنا بنبدد طاقتنا ومجهودنا. بنبدد الطاقه والمجهود ازاي؟ اديني فرصه اقول وانا احترم رايك وانت تحترم رايي، وكل واحد فينا ما يفرضش رايه، يطرحه ونحتكم في الاخر للشعب اللي هو موجود ده. حتى لو الناس اللي هي بتقول لك ان الشعب 45% منه كتله اميه، كتله جهله، الكتله ديت ما حدش ينهض يقول ان ملهاش حريه الراي وجزء مشارك للوطن وان ليها الشعب. اذا النهارده يا سيدي الفاضل باللي انا شفته ده، اختلط الحابل بالنابل. حتى الناس اللي هي اصحاب حقوق باظ حقهم نتيجه اندساس بلطجيه، وانا واحد من الناس من الغربيه وجاي اتفرج على التحرير اللي هو يعتبر نبراس لينا، لقيت ناس ماسكه شوم وبقول لك انا مش صوار، وناس ماسكه شوم وبتجري قدامهم. طب يا عم انت، انا بتكلم عن رايي. انا متحير مين صاحب. هو وضح يا جدع، هو وضح. ماشي احنا شوفات عيالنا. اعتراض حضرتك على ايه؟ هو قال برنامج 1 2 3. اعتراضي ان احنا النهارده في مرحله اللي انا شفته ده، اختلط الحاجب بالنابل. الدوله مش قادره.